هذا المجلس مجلس الجميع، ونرجو من كل خير للأمة والوطن والمواطن. في 12 من فبراير عام 1972، وبعد فترة وجيزة من تأسيس الاتحاد، حرص المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه على تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، إيمانا منه بنهج الشورى وتفعيل المشاركة السياسية في الوطن. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم يستكمل المجلس دوره البرلماني برؤى القيادة الرشيدة، وبكلمة ألقتها معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مشيدة بدور القيادة الرشيدة في دعم جهود المجلس الذي حقق خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية إنجازات نوعية كبيرة على الصعيدين التشريعي والرقابي. كلنا أمل إن شاء الله بمواصلة تحقيق نجاحات المجلس للأدوار السابقة. في المجلس الفصل هذا تم مناقشة أزيد عن 45 قانون، تم تقديم أكثر عن 150 سؤال برلماني، وكذلك تمت مناقشة أكثر عن 300 توصية تم اعتمادها ونقلها للقيادة الرشيدة. بعد مرور 3 أعوام من العمل البرلماني، تشرفت بتمثيل شعب الاتحاد تحت قبة البرلمان، القبة التي أرادتها قيادتنا الرشيدة بمساحة الوطن. تمثيل شعب الاتحاد التي تريده قيادتنا الرشيدة أسعد شعوب الأرض. التركيز الأساسي على تنمية هذا الوطن ما بين قيادة وما بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. المجلس الوطني بصفة ممثل شعب الاتحاد دائما ينقل ما يستجد من المجتمع ورؤية وآمال هذا المجتمع إلى القيادة، والقيادة دائما أصلا في تواصل مستمر مع شعبنا الحمد لله رب العالمين للوصول دائما لما هو يسعد شعب الاتحاد. في هذا الدور سوف نركز جاهدين على عملنا إن شاء الله يكون متميزا بالنسبة للجان ولجان الصداقة، وكذلك بالنسبة للموضوعات العامة. هدفنا بالكامل هو إسعاد شعب دولة الإمارات. نضع هذا التحدي كبير أمام عيوننا، والله الموفق. نجاح التجربة السياسية في دولة الإمارات جعل منها نموذجاً متفرداً إقليمياً ودولياً، وقناة اتصال وتواصل سياسية مؤثرة تسهم في دعم العلاقات الخارجية الإماراتية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، عدا عن الريادة في مسيرة البناء والتنمية داخلياً في الدولة. ينطلق هذا الدور الانعقادي الرابع ومعه رؤى وتطلعات شعب الاتحاد، هذا الاتحاد الذي آمن منذ بزوغه بترسيخ نهج الشورى وأداء دوره الدستوري على أكمل وجه، مجسدا بذلك حلم زايد في صناعة وطن مبني على سعادة شعبه. رشا رمضان، لقناة الظفرة، المجلس الوطني الاتحادي أبوظبي.